هاد السيد سميتو بيدرو رودريغيز فيلو، هو من البرازيل. القصة ديالو غريبة، هو قاتل متسلسل ديال القتلة المتسلسلين الاخرين. الوسط اللي عاش فيه خلاه يأمن انها خاصك تكون اعنف شخص في ديك البلاصة باش كلشي ممكن يحترمك، كلشي ممكن يقدرك. داكشي باش خلاه يدير اول عملية جريمة فين كان عمره 14 عام، وفين وصل 18 عام كان ديجا كان قاتل 10 ديال الناس، والناس كاملين اللي قتلهم اما كانوا اعضاء في عصابة كبيرة ولا تجار مخدرات. داكشي باش خلى المحكمة تحكم عليه 126 عام. وكما كان عارفوا ان امريكا اللاتينية وبالضبط البرازيل عندهم اعتى سجون في العالم، داكشي اللي خلى بيدرو انه يدير داكشي اللي كيعرف ليه. والمجرمين اللي كان قتل هو 47 واحد، واغلبهم كانوا اما متحرشين بالاطفال او تجار مخدرات. داكشي اللي يخلي المحكمة تزيد 400 عام يدوزها في السجن، ولكن واحد القانون في البرازيل تيقول ان السجين خصو يدوز غير 30 عام وراء القضبان. وهادشي عارفين لقاش ميقدر السجين انه يعيش اكثر من 15 عام داخل السجن، اما غيموت مقتول اما غيموت بشي مرض معدي في وسط السجن. واللي قدر انه يعيش اكثر من ديك المده راه غير محدود وصافي. داكشي اللي وقع مع بيدرو بعد ما دوز 30 عام، خرج في 2018 قرر انه يدير واحد لاشين في يوتيوب يشارك التجارب السابقه ديالو مع الناس.